اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فرح جدا بلقاء هذه الوجوه الطيبة، الوجوه النيرة والقلوب المفعمة بحب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن مثل هذه اللحظات يمكن عدها من لحظات الجنة عندما يلتقي المؤمنان على محبة أهل البيت صلى الله عليه وسلم. أريد أن أهنئكم جميعا لذكرى ميلاد الإمام الحجة الإمام الغائب، أسأل الله تعالى أن يعجل في ظهوره وأن يوفقنا للسير في ركابه وتسيير مهمته الكبرى، هذه المهمة التي جاهد من أجلها كل الأنبياء، كل الأنبياء أعدوا البشرية لهذا اليوم العظيم، يوم قيام الإمام ويوم حكومة الإمام، حيث تملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. هذا الأمل يبقى في قلوب المؤمنين كالنور، يشدهم ويربطهم بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالإمام القائم بشر كل الأنبياء، وبه في الواقع بقيت الأرض والسماء، إنه الحج على كل الخلق سلام الله عليه، وجعله الله من أتباعه المخلصين. أحد علماء السنة بل أحد علماء الوهابية، وكان مديرا لجامعة المدينة، الشيخ محسن العباد، كتب مقالا في الإمام الحجة وقال فيه: لم ينكر ظهور الإمام المهدي إلا رجلان، أحدهما ليس عالم دين وإنما هو كان
كاتب في علوم الاجتماع ابن خلدون، والآخر شخص مجهول لا أعرف شيئا عنه. كل العلماء إذن كما يقوله هذا الكاتب يؤمنون بظهور هذه الطلعة الرشيدة. كل المؤرخين، كل المفسرين يؤمنون بهذه الطلعة، وذلك لأن الأحاديث متواترة في ظهوره، متواترة في توصيفه، مترادفة في التبشير به. والحقيقة الأحاديث التي جاءت في عدد الأئمة، وأنهم 12 إماما، هذه الأحاديث موجودة في صحاح أهل السنة قبل كتب الشيعة. كتب الشيعة مملوءة في أحاديثها. هذه الأحاديث في صحيح البخاري أيضا، والبخاري عاش في أيام الإمام الجواد، يعني عدد الأئمة لم يكن قد اكتمل بعد. الإمام الجواد هو الإمام التاسع، والرسول يؤكد خلفاء 12، ويركز على أنهم خلفاؤه، وأنهم يحملون الأمر بعده، وأن عددهم كعدد نقباء بني إسرائيل، يشبههم بالنقباء بني إسرائيل، ونقباء بني إسرائيل منصوبون من قبل الله تعالى أوصياء بعد موسى. وهذا مما يشير إلى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام منصوبون من قبل الله، وأنهم خلفاء بعده. هذه أحاديث خلفاء، أحاديث مشهورة مقبولة من قبل علماء أهل السنة بلا ريب، وهم أرادوا أن يطبقوها، سيكون بعدي خلفاء 12. لم يستطيعوا أن يجدوا لها مصادر. السيوطي معروف من العلماء الكبار، وقال ربما كان الاثنى عشر الخلفاء الأربعة معاوية، ثم يطرد هؤلاء الآخرين إلى أن يصل إلى عمر بن عبد العزيز، فيصير ستة. ثم يأتي من الخلفاء العباسيين ومثل اسم المهدي، يقص عن سبعة. أين إذن الباقون؟ يقول لعلهم يظهرون في مستقبل الزمان.
أحد المؤلفين يقول المرحوم السيوطي كان كحاطب الليل. حاطب الليل يعني الحطاب الذي يذهب إلى الغابة. إذا ذهب في الليل لا يرى شيئا ويأخذ فأسه ويضربه هنا وهنا دون أن يعي أين يضرب وربما ضرب نفسه. يقول السيوطي حاطب الليل حطام في الليل لوين يذهب؟ لا تطبيق للأئمة الاثنى عشر إلا في أئمة أهل البيت عليهم الصلاة. إنهم عجل القرآن الكريم وعددهم اثنى عشر وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنهم عجل القرآن الأيحاء المهدي وردت فيه أحاديث بالمئات لا يمكن أن ينكرها عالم سلام الله عليه. المهدي أمل البشرية، المهدي تنتظره البشرية بفارغ الصبر ليملأ الأرض عدلا وقسطا كما بنيت ظلما وجبنا. هذه الأحاديث كثيرة، كيف يستطيع أن ينكرها أحد؟ وهي تصف المهدي بأنه من أبناء رسول الله وبأنه من أبناء علي وبأنه من أبناء الحسين. تضيق المسألة حتى تكاد تصرح باسمه وبه بشكل واضح. أنا أبشركم بولادة ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وعجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك نقطة أود أن أقولها لك. الإمام المهدي عمره 5 سنوات عندما توفي أبوه الإمام العسكري. الإمام العسكري توفي عام 255. 5 سنوات واعتبر إماما وكان يقود الشيعة قيادة حقيقية، يعني النواب الأربعة كانوا يستلمون منه أوامره وجوابه على أسئلة الشيعة مباشرة. يعني هو كان يقول لم يكن الشيعة أناسا عاديين، كان فيهم العلماء وكان فيهم المفكرون وكان فيهم الأناس حتى في الفلاسفة، لم يكونوا أناسا عاديين حتى يمكن إغراءهم. الإمام المهدي كان يجيب على أسئلتهم جوابا تاما
من خلال الدوار الأربعة الذين توفي آخرهم عام 329 للهجرة. آخرهم توفي عام 329 للهجرة وطالت حياتهم حوالي 70 عاما، وسميت هذه الفترة بالغيبة الصغرى. وعندما توفي آخر النواب الأربعة دخلت مرحلة الغيبة الكبرى التي نرجو أن يوفقنا الله تعالى لإدراك الغائب فيها ويجعلنا من أتباعه وأنصاره ويملأ به الأرض عدلا وتتوفر به نعم الأرض. الإمام القائم تفتحل به عيون المحبين ويستبشر به الأنبياء والمرسلين. أنا أهنئكم بهذه الذكرى الحبيبة. السؤال هو كيف يمكن أن يقود طفل عمره 5 سنوات هذه الأمة الملأى بالعلماء الكبار؟ كان الإمام بالفعل يقول، بالفعل يجيب على أسئلته، أحيانا يأتي الجواب مكتوبا لهم. كانت هناك قيادة كاملة تامة كما تحدثنا الأحاديث، وهذا ما يسمى بالإمامة المبكرة. القرآن يتحدث عن بعض الأنبياء وآتاني الحكم صبيا. الإمام كان يقودهم ويجيب على أسئلتهم بشكل كامل وبشكل حسي. الواقع هناك الإمام الهادي، الإمام الهادي والإمام العسكري وحتى الإمام الجواد والإمام المهدي صاروا أئمة وعمرهم في الصبا وفي الشباب، لكن الله علمهم وأعطاهم من علومه كلها بما يستطيعون أن يجيبوا على أسئلة العلماء والمفكرين بشكل كامل. أردت أن أقول كلمة أخرى، لا أريد أن أخبركم عن صلاة المغرب، هل بل صار مفتادا من البعض؟ أنت كيف ما تقول؟ نحن نعيش مرحلة الانتظار، وأفضل الأمور انتظار الفرج. نحن نعيش أملاً كبيراً لأن إمامنا بيننا. نحن لا نرى لكنه يرانا ويقودنا ويراقب حركاتنا. الإمام المهدي يرانا وحي بيننا، يصبح أمورنا و
ويجعلنا سيرتنا. وهذا أمر عظيم. يعني هناك إخوتنا من أهل السنة يؤمنون بالله ولكنهم لا يؤمنون بأنهم مولود. أما نحن فنحن نؤمن بأنهم مولود. الروايات والأحاديث تتحدث عن ولادته وحتى قيادته للمجتمع قبل أن يغيب الغيب الكبرى. يقود المجتمع. فهذا أمر عظيم أن نشعر بأن إمامنا المحبوب إمامنا المنتظر يعيش بيننا وينتظر اللحظة التي يأمر الله تعالى بظهوره بالفرج عنه وقيادة البشرية نحو الخير وتحقيق هدف الأنبياء. تحقيق هدف الأنبياء. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. اللهم اجعلنا من هؤلاء. اللهم حقق منتك علينا. اللهم اجعلنا من المنتظرين. اللهم اجعلنا من الآمنين. في القرآن الكريم آية تقول أن المؤمنين يختلفون عن الكافرين بالأمل. أملهم بالله كبير. الآية تقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إذا كنتم أنتم بل أصابتكم آلام وجراحات. الكفار أصابتهم آلام وجراحات. ما الفرق بينكم وبين الكافرين؟ الفرق هو الأمل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. الفرق وترجون من الله ما لا يعلمون. أنتم عندكم أمل. الأمل أمل كبير بالله. نحن نشكر الله على أن جعل أمدنا كبيرا وحسيا. نحس بقائدنا معنا. نحس بهذا الإمام العظيم الذي يحقق حلم الأنبياء معنا. وهذا لطف من الله العظيم. هناك آية أخرى تشبه هذه الآية وهي تقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جراحة أعضاؤكم هم أصابتهم جراحة. لكن الفرق بينكم وبين الأعضاء أنكم ترتبطون بالله وتشعرون أن الله هو الذي يقلب صفحات التاريخ. يقلب صفحات التاريخ بيد قدرته. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله تعالى يداول الأيام والتاريخ بقدرته وقوته. على ما نؤمن به. اللهم إنا نرجو ونسألك ونرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله.
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك في دعاء الافتتاح في شهر رمضان هذا المبارك، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لرؤية هذا اليوم العظيم، وسدد خطانا على هذا الطريق. نسأل الله أن يؤهلنا لنكون جنودا في هذا القائد القائم، في هذا القائد الحجة. ولا يمكن أن يكون الإنسان جنديا إلا إذا كان أمله بعيدا، أمله بعيدا إلا إذا ربى نفسه تربية كاملة، إلا إذا ضحى في سبيل هذا الهدف الكريم. أعتقد أن هذا المنبر يكفي حتى نصلي على المصلي، وأرجو لكم كل العزة والتوفيق، وابشروا بلطف الله، ابشروا بصحة هذا الطريق الذي اخترتموه. هذه نعمة من الله الكبرى استحققنا نحن أن ننعم بهذه النعمة، نعمة تبعية أهل البيت، ونعمة العمل بحديث التقالي عجيب التقالي يقول: وإنهما العطر وأهل البيت لن يفترقا حتى يلدا عليه الحوض. أهل البيت والعطر متلازمان في كل زمان ومكان. نحن إذا تمسكنا بالثقلين، وأحاديث الثقلين كلكم تعرفونها، تمسكنا بهذه الأحاديث فوفقنا الله تعالى لكل الخيرات. أسأل الله لكم التوفيق والعزة وشدة المحبة لأهل البيت، والتوفيق لطاعتهم وتنفيذ أوامرهم والعمل بها في كل شؤون حياتنا، إنه هو السبب.